في الفيديو السابق تحدثنا عن الحالة عندما نأخذ 6 طلقات أو محاولات على الهدف، وعلمنا الاحتمالية للقيام بأي طلقة، وما نريد عمله هو إيجاد احتمالية التوزيع لعمل كي طلقات بشكل عام. حددنا المتغير العشوائي X كعدد الطلقات التي أقوم بها من 6، لذا أدركت في المثال السابق، وذلك المثال هو في الخلف هنا، أن الحسابات كانت معقدة قليلا. نحن نتعامل مع 7 بالعشرة، ومن ثم ضرب 3 بالعشرة للقوة 5، وكل ذلك، لذا أصبحت معقدة قليلا. والشيء الأفضل لعمله إذا كان لدينا أرقام مثل هذه، حتى أفضل من الآلة الحاسبة، هو استخدام الإكسل، وسترى أن الإكسل هو أداة فعالة جدا للاحتمالات والإحصاء، وبشكل عام للعديد من أنواع المحاكاة. إذا لم ترد في الواقع أن تكتب برمجيات معقدة، يمكن في الواقع أن تقوم بأشياء جدية مع شيء ليس بسيط كما يبدو، وليس معقد جدا كالإكسل، لكنه في الواقع ممتع جدا. إذا لنرى، لنقل أننا سوف نأخذ، لنحدد إن، سأقول أنه هذا، سنأخذ 6 طلقات. الاحتمالية بالنسبة لي لعمل أي طلقة سأقول هو 3 بالعشرة، هذا ما قمنا به في الفيديو السابق. الاحتمالية للخطأ لنكتب هذا بشكل أوضح قليلا، إذا الاحتمالية لعمل إصابة تساوي 3 بالعشرة، والاحتمالية للخطأ سأكتب هذا، وبدلا من كتابة 7 بالعشرة هناك، لأننا نعلم ما هو لنجعله معتمد على أول واحد، إذا سنكتب الصيغة، سنقول هذا يساوي 1 ناقص، ومن ثم سنختار هذه الخلية هنا، هذا يساوي 1 ناقص الاحتمالية لعمل طلقة، ولاحظ أنها محسوبة لدينا 7 بالعشرة، لنكبر هذا قليلا، ها هو، قد يكون هكذا أسهل للقراءة، لأنني أعلم أن الشاشة ستكون صغيرة أثناء العرض، وهذا شيء رائع، لأنه الآن إذا أردنا رؤية ما يحدث عندما يصبح هذا 2 بالعشرة، هذا تلقائيا يحسب إلى 8 بالعشرة، إذا هذا رائع. لنضع هذا مرة أخرى 3 بالعشرة، والآن لنقوم بالعديد من الصفوف بحيث يمكن حساب الاحتمالية أن المتغير العشوائي X يمكن أن يكون 0 0 طلقات أو 1 طلقة أو أيا كان. لنقل هذه كي، لنسمي صف باسم كي، إذا هذا عدد الطلقات اللازم عملها، إذا 0 1 2 3 4 5 و6. لا يمكنك رؤية السادسة الآن، سأصعد للأعلى هنا، والآن يمكن رؤية كل شيء، ومن ثم نريد إيجاد المعامل ذو الحدين، إذا هذا هو. حسنا، لنقوم بهذا أولا، لنقل أن الاحتمالية لعمل أي واحدة من هذه، أي طريقة لعدم الحصول على طلقات، أو أي طريقة للحصول بالضبط على 3 طلقات، إذا هذا سيكون الاحتمالية لعمل إصابة، الاحتمالية لعمل إصابة، إذا ستقوم بعمل إصابة، سوف تقوم بعمل كي طلقات ضرب الاحتمالية، ضرب الاحتمالية للخطأ أو عدم الإصابة. إذا كنت تعمل كي طلقات، كم عدد المرات التي ستخطئ فيها؟ ستخطئ إن ناقص كي، وأنا لا أقوم بشيء غريب في الإكسل هنا، ونوعا ما سأكتب تسمية هنا، وعلى أمل أن يكون بديهي بالنسبة لكم. إذا هذه الاحتمالية، هذا العمود سيكون في هذه الخلية هنا، ستكون الاحتمالية بحيث طريقة واحدة محددة لعمل 3 طلقات وإخطاء 3 طلقات. سوف تنتقل إلى تلك الخلية في نهاية المطاف، ومن ثم تحتاج أن تعلم إذا كنت في حاجة معامل ذي الحدين. سيكون الوضع فوضوي قليلا الآن.
إذن تريد إن فوق كي، إن فوق كي. إذن في الأساس هذا الصف سيكون، ما هي الاحتمالية للمثال في هذه الخلية هنا؟ سيكون لدينا الاحتمالية لإصابة الأولى وإخطاء الخمسة التالية، أو إخطاء الخمس طلقات الأولى وإصابة آخر طلقة، جميعهم سيكون نفس الإجابة، سيكون لديك 1 إصابة وخمسة عدم إصابة. ومن ثم هذه الخلية، حسنا، سنقول ما هي عدد الطرق المختلفة لإصابة 1 من 6؟ لهذا سأختار 1 من 6. كي تساوي 1، إن تساوي 6، هذا سينتقل إلى هناك. ومن ثم يمكن حساب ما هي الاحتمالية للمتغير العشوائي أن يساوي كي، يساوي هذه القيمة. يبدو هذا خيالي، لكن هذا بالضبط ما قمنا به في الفيديو السابق مع أداة الرسم التي استخدمناها، والتي كانت فعليا برنامج مايكروسوفت الرسام لهؤلاء الذين يتساءلون، لأنه وصلتني الكثير من التساؤلات حول ذلك البرنامج. حسنا، ما هي الاحتمالية لعمل 0 إصابة وإخطاء 6؟ لأن هذا ما يقولونه هنا. إذن هذه ستكون الاحتمالية بالنسبة لي لعمل إصابة، وسأضع هذه الإشارات هنا. هذا نوعا ما تعديل على هذه الخلية. الاحتمالية لعمل طلقة للقوة كي، إذن أقوم بصفر طلقة ضرب الاحتمالية لإخطاء الطلقة، إذن ضرب الاحتمالية لإخطاء الطلقة. سأضع هذه الإشارات هنا بحيث تصبح هذه الخلية إلى القوة N ناقص K. في هذه الحالة ستكون القوة السادسة، أخطأت 6 طلقات، دعوني أضع هذا في أقواس، دعوني أصلح هذه الخلية للقوة N ناقص K، N ناقص K. وها هو هنا، هذه الاحتمالية لمثال أنني أقوم بأول محاولة وإخطاء الخمسة التالية، أو قد يكون هذا الاحتمالية لي لعمل أول طلقة ومن ثم إخطاء الثانية ومن ثم إخطاء الأربعة المتبقية. إذن أي من هذه الحالات؟ كم عدد هذه الحالات؟ حسنا، هذه N فوق K، إذن هذا يساوي N فوق K، وهذا نفس الشيء الذي قمنا به من قبل، هذا كله هو مضروب للأشياء، هذا N فوق K. إذن سأعبر عن مصطلح المعامل ذو الحدين في الإكسل، إذن هو مضروب للعدد الذي نختاره من بينها، عدد المحاولات أو الطلقات التي نأخذها، ونعبر عنه في الإكسل بكلمة فاكت. إذن سنأخذ المضروب لـ6، سنقسمه على، سأضع أقواس هنا، مضروب K، مضروب K، ضرب ضرب مضروب N، مضروب N لنصلح N هذه ناقص K. أعلم لقد فقدتها، N ناقص K. نضع بعض الأقواس هنا، إذن الأقواس تتطابق معا. في الواقع هذا ما يصلح في هذه الخلية، دعوني أضع F4 هناك. ومن ثم ها هو، هناك طريقة واحدة لاختيار 0 شيء من 6 أشياء، هذا ما يدلنا عليه. ومن ثم الاحتمالية أن المتغير العشوائي يساوي K، أو في هذه الحالة حيث أقوم بالضبط بصفر محاولة أو طلقة، يساوي الاحتمالية لأي من الطرق المحددة لعمل 0 من الطلقات ضرب العدد من هذه الطرق ضرب ذلك. إذن هذه الاحتمالية لعمل 0 طلقات، وهذا شيء جيد في الإكسل. يمكن الآن اختيار هذه الخلايا، سأنتقل إلى الزاوية اليمنى ونسحبه للأسفل، وسيقوم بعمل الحسابات، وهذا شيء رائع لأنه قام بعمل المعاملات ذو الحدين، هذه 6 فوق 3.
إن تساوي 6، كي تساوي 3، هذه 6 فوق 3 وتساوي 20، هو شيء جيد ومتماثل، لكن الاحتمالية ليست متماثلة لأنه لدينا 3 بالعشرة و7 بالعشرة، إذا هو ليس مثل رمي العملة والذي كان 5 بالعشرة على أي جهة. آسفة، هذه ليست متماثلة، ومن ثم عندما نضرب هذه بالطبع هذه لا تبدو متماثلة، لكن من الصعب فحص هذه الأرقام، لذا دعوني أستخدم فعالية الإكسل لرسم التوزيع الاحتمالي هذا. إذا لندرج خارطة، أنا أحاول أن أدرج الخرائط لنرى هذه البيانات. سوف أختار البيانات، ها هو، ومن ثم يجب اختيار التسمية، تسمية الفئة إكس. حسنا، سيكون ذلك هناك، ومن ثم لنرى التالي. هذا يبدو جيدا، هذا يبدو جيدا، لا أريد الحصول على أي شيء، لا أريد شيء غريب، ها هو. حسنا، الآن أعتقد لقد انتهيت. تسميات البيانات، حسنا هذا جيد، لقد انتهيت، سأجعل هذا أكبر من أجلكم بهذا الشكل. إذا هذا شيء رائع، أعتقد أن الفكرة قد وصلت إليك. هذا توزيع احتمال منفصل، وأنا أقوم بكي طلقات أو محاولات من 6 في هذه الحالة، وهذا يعتمد على حقيقة أن الاحتمالية لعمل أي من الطلقات هو 3 بالعشرة. دعوني أرى إذا كان بإمكاني تغيير هذا، إنه يتغير هنا. إذا جعلت هذا 2 بالعشرة هل يتغير؟ حسنا لقد تغير، انظر إلى هذا، لقد كان هذا رائعا، سأعدل من هذا قليلا. إذا إذا كان لدي احتمالية 30% لعمل رمية مجانية، هذا التوزيع الاحتمالي، التوزيع الاحتمالي المنفصل لعمل كي محاولات أو طلقات، هذه الاحتمالية لعدم عمل أي محاولة. أعتقد لقد كان تقريبا يعطينا هذا 12% أو احتمالية 12% لعدم القيام بأي محاولات أو طلقات. الاحتمالية لي لعمل 4 طلقات أو محاولات هي فقط 6%. أعلم أنك لا ترى هذا، لكن هذه النافذة الصغيرة التي تظهر تحت المؤشر الذي لدي يقول أنه 6%. إذا هذا رائع، بما أن الطريقة التي أنشأناه بها يمكن عمليا تغييرها. إذا إذا كان لدي احتمالية أعلى لعمل محاولة، الآن يبدو متماثلا جدا، الآن الاحتماليات لعمل 4 طلقات هي نفس الاحتمالية لعمل طلقتين أو محاولتين. وإذا كنت جيد في عمل تصنيفات، إذا كنت جيد في عمل تصنيفات، لدي احتمالية 80% لعمل أي طلقة معطى. الآن فجأة كل التوزيع قد انحرف لليمين، لكن فقط أردت أن أبين لك، أولا هذه طريقة رائعة لاستخدام الإكسل، وعلى أمل ألا يكون هذا شاقا. الشيء الآخر هو كل هذه أمثلة على التوزيعات ذات الحدين، وأردت إعطائك مثال قد يكون متعلق بشكل أكبر بحياتك اليومية. حسنا، في الواقع الاحتماليات للإصابة وعدم الإصابة ليست نفس الشيء، هي تتغير. إذا كانت نفس الشيء سيكون لديك في النهاية حالة مثل هذه، لنقل أنك لاعب سيء لكرة السلة وفقط لديك احتمالية 10% للقيام بأي محاولة أو ضربة، إذا هناك احتمالية كبيرة أنك لن تقوم بأي ضربة، هناك احتمالية 53% أنك لن تقوم بأي محاولة، وهناك احتمالية 35% أنك ستقوم بمحاولة واحدة، وهكذا مرارا وتكرارا. هذا بحد ذاته لعبة مسلية، وعلى أمل أنه لديك معلومات كافية للقيام بهذا بنفسك، أو ربما تجرب عدد أكبر من هذا. ماذا يحدث إذا كان لدينا أكثر من إن؟
في الواقع قد أقوم بهذا في الفيديو التالي، لذا أراكم قريبا. إلى اللقاء.